فاتح سيد المرسلين، مالك يوم دينك نعمك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه أمين. ولما رأته عليه الصلاة والسلام قيلة بنت مخرمة في المسجد وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق أي الخوف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان فيه صفات متعددة، للكافر شيء وللمؤمن شيء. للكافر كان يهابه يخافه، كان صلى الله عليه وسلم أنصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل، يقع في قلبه من الخوف. والمسلم عكس ذلك، مو هداك الخوف، لأنه الكافر قلبه في مخالفة، فيه الكفر، فيه الحجاب. الكفر يعني هو الحجاب الستر. وكان صلى الله عليه وسلم من رآه على بعد من المؤمنين فقد هابه، كان ولو مزح صلى الله عليه وسلم ولا يمزح إلا حقا كان يقع في القلوب المهابة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، هذه سمة كل صادق مع الله بده يكون هذا شأنه، هذه وراثة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إذا اللسان وافق الجنان يكون معه هكذا، بده يكون من رآه على بعد فقد هابه. رواه أبو داود وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صفه لما قدرت. هذا الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقدر يصفه إلا الصغار من الصحابة اللي ما كان عنده هذيك النور اللي يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه الصغار، أما الكبار لا تقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. كيف الإنسان إذا كان على رأسه طير وما بيده يطير ما بعمل حركة، فإذا عمل حركة بطير؟ هكذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم ما شاء الله نور، ويدركون النور الإلهي في محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدرون أن ينظرون إليه، وإذا أحد استوصفهم لا يقدرون. وأولهم سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان يقدر أن يصف محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يقدر يصفه إلا الصغير. أو الصغير إيش بده؟ إيش بده يجيب لنا؟ بفهم مقداره، بقرأ القرآن. قال إيش بفهم القرآن؟ مقدار فهمه، مقدار نور الله عطيه. بقرأ حديث صلى الله عليه وسلم، إيش فهم من حديث صلى الله عليه وسلم؟ بفهم مقدار عقله، مقدار فهمه، مقدار إدراكاته. لا، الحق سبحانه وتعالى بعث الرسل معصومين وكلهم يتكلمون بكلام الحضرة الإلهية، كل الأنبياء على الخصوص منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خاتم النبيين، كان لم يتكلم لا يتكلف بكلامه مطلقا أبدا. يتكلم مثل ما حينما كان وقت المعراج والإسراء سيدنا جبريل عليه السلام لما الرسول وقف بالوصف شال الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس سيدنا جبريل وحطه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عجائب غرائب كنا نعرفها، هلا بقول مثل السينما ما بعرف، صار يصف بابا بابا. وهكذا الرسل وأهل الله أهل الكمال لما يتكلمون يتكلمون عن شهود، عن ذوق، عن حقيقة، لأجل ذلك كلامهم يقع في القلب، لأنه كلامهم خارج من القلب يقع في القلب. الكلام اللي بخرج من القلب حد القلب، واللي بخرج من اللسان حده الأذان. الأذان الأذان مو السمع. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نحن ميزة أهل الله لأنهم نور، مثل صلى الله عليه وسلم كان كله نور،
حتى إذا مشى صلى الله عليه وسلم ليس له ظل. نقول لهم إذا وجدت أثر من آثار صلى الله عليه وسلم شعرائي مثلا تحطوها بالشمس، إذا كان إلى ظل ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أبدا. صلى الله عليه وسلم كان ليس له ظل، من هنا ما رأى الله بعيني رأسه إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا ثاني أحد في العالم أجمع، حتى ولا كبار الأنبياء ولا المرسلين إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كله نورا. الرسول صلى الله عليه وسلم بصره جسمه وقلبه كل واحد، لأنه اجتمع أول خلق الله وخاتم الأنبياء. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وكان خاتم النبيين عبارة عن نور الحضرة الإلهية، هكذا صلى الله عليه وسلم. فيا أولادي نحن بهمنا شيء، شخص اللي بده يعرفنا بده يكون عارف، اللي بده يدلنا على بلد من البلاد بده يكون سافر إليه مرة ومرتين وثلاثة. كثير من الدالين بالطرق في البرية روحوا هن وسياراتهم وحالهم، ليش؟ مشان المادة، لحق المادة قال هو دليله وما راح بزمانه. لا، الكامل يعرف يدل مثل ما دله الله، والأكمل من الكامل يعرف إلى الحضرة الإلهية من كل الوجوه. الكامل يعرف طريق خاص اللي دل وصل بواسطة مشايخه إلى الله سبحانه وتعالى، أما الأكمل يعرف الحضرة الإلهية يمشي كل مين على حسبه. مثلا منقول عندنا أراضي بدنا نسقيها ماء، وفي معنى صومعة عالية جبل كبير وفيها نبعة ماء، شو بنسقيها الأراضي الكثيرة؟ مننزل شريكات شريكات، ومن الماء منخليها تطفح، ناس بتروح هيك ناس هيك، في ساعة واحدة تسقي العموم. وهكذا أهل الله لما رأوا الله عرفوا، كل فرد أهل الله بعقلهم عرفوا العقول، وبنفسهم عرفوا النفوس، وبإنسانيتهم عرفوا الإنسانية، لأنه ما في إنسانية ما في تعدد في الوجود، هكذا كانوا على ذوق. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لما بعثهم الحق سبحانه وتعالى للمخلوقين للعباد كانوا يتنزلون كل واحد على حسبه، هذا بوعظه، هذا بذكره، هذا برغبه، هذا برهبه، هذا بالحكمة، كل مين على حسبه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم كما يأتينا الآن معنى الحديث صلى الله عليه وسلم. وقد كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم مجالس تذكير بالله سبحانه، أي لطائفة، وترغيب لطائفة، وترهيب لطائفة، إما بتلاوة القرآن جامع الترغيب والترهيب والتذكير، لأنه القرآن جامع كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة. لمين؟ للواعظ، للمرشد، للكامل، للرسول، هو بده يتصرف، وكل واحد بيتصرف بيقول لزيد غير العمر. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الناس منازلهم، نزل الناس منازلهم، وين؟ عند أنفسهم. مثلا إجانا ابن شيخ الأرباط، هذا شايف حاله ابن أمير، ما هو شايف حاله إلا ابن أمير، إيش بدنا نعامله؟ نعامله معاملة أرباطي كان إلي رفيق، ولا لا غلطان حضرتك، بدك تنزله منازل ابن أمير، لا تقول أرباط ولا أرباط، بيعطيك قلبه، لما أعطيك أخذت قلبه، بتديره كما تريد. لما بتنزله منزلته ابن أمير وبتعامله معاملة ابن أمير بيعطيك قلبه، بيستسلم إليك، بتوسطه بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى. أما تقول عنه أرباطي والله بزعل منك تاني مرة ما بجي لعندك البته ولا بقبلك. هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، الحق أعطاهم الحكمة البالغة، كل واحد يتكلمون معه على حسبه. قال: إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين، كما أمر الله تعالى أن يذكر ويعظ ويقص وأن يدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يبشر وينذر كل تلونات، كل من على حسبه. فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه رقة القلوب
والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. هذه مول منهم سيدنا أبو بكر، لا أول أمرهم صحيح كانوا، لكن بعد سيدنا أبو بكر لا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا ثواب ولا عقاب ولا، لا يعرف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مين على حسبه. هذه بترجع لمين؟ للمذكر. المذكر بده يكون عنده حكمة، قد يكون إذا سئل لا يجيب وهذا هو الجواب، وإذا سئل عن شيء ما هو شرط يعطي على حسب السؤال، لا هذا قتل، يعطي على حسب السائل. يقول حق وأما السائل فلا تنهر. إيه كيف؟ لا كتير ناس بيسألون أسئلة لو أعطيناهم جواب على حسب سؤال لقتلناه، لأنه مقتول أساساً. السؤال اللي عم بيسألنا عنه ما هو هضمه، ما هو فهمانه، شو نعطي جواب للسؤال؟ ما طم باب الأولى ما فهمه، لا منقول للسؤال مو هكذا، هكذا السؤال يكون وجوابه هكذا، وإلا كأنه نشط، كأنه كان محكوم عليه بالإعدام وإجى عليه العفو، وهكذا رأيناهم. لا أولادي، نحن الحق أعطانا بصر حتى ننظر في وجه السائل. في كان بعض المشايخ مات رحمة الله عليه كان إذا سئل سؤال يدير وجهه يقول إن كان كذا فحكمه كذا وكان كذا. لا، عندنا بصر وعندنا حكمة، ننظر في السائل هل هناك بين السؤال وبين السائل في نسبة أم لا؟ كان ما في نسبة ما بنعطي جواب أبدا. نحن دائما ديدنا السائل مو السؤال. كثير ناس بيجيبوا سؤال من كتب أو سمعوها من عالم أو بعثوا أحد الرجال، هذا ما فهمان السؤال حتى يفهم الجواب، لا أبدا. نحن نعطي على حسب السائل. السائل كيف؟ قال الله تعالى وأما بنعمة ربك، وأما السائل فلا تنهر. ما قال السؤال؟ كثير الناس بجيبوا السؤال بيكون شافوه في كتاب أو سمعوه من لسان. أنا بسألك الشيخ، أنت مالك فهمان السؤال، إيه كيف بدك تفهم الجواب؟ لا، الرسل عليهم السلام كلهم كانوا حكماء، كانوا عندهم بصيرة، ما عدا البصر بصيرة، يعرفون كل سائل أين مرتبته، وين بيكون، إيش منشأه، إيش حاله، تجيبوا على حسبه. وهذا ما بفهموها إلا أهل البصيرة، يعني أهل الله، يعني والراس الرسل عليهم الصلاة والسلام. بقى الحق هون عم بيقول منها حكمة ومنها موعظة ومنها ترغيب ومنها ترهيب، هذه تعود للحكيم، كل مين على حسبه. المجلس نحن الآن نفهم أحاديث صلى الله عليه وسلم لما يتكلم، تارة يتكلم كلام ضد كلام، لا والله ما في ضد. قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الله أكبر، مقابل الآية تماما. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فهمنا تحقيق وتشريع. الآية كانت تشريع لا بد من عمل، والتحقيق الدخول للجنة بفضل الله، وهو الذي تفضل عليكم بالعمل كذلك. واحد يدخل الجنة، كثير من العوام يقول لك أنا أحسن منك، أنا كنت ما بصوم ما بصلي لكن قلبي أنظف من قلبك. بكذب، كذاب. عمرنا ما سمعنا واحد دخل الجنة ما بصوم ما بصلي، لو كان عنده قلب كان فقه عن الله، كان فهم عن الله. الله عم بيقول لهم قلوب، للكفرة والفسقة والفجرة والفلاسفة لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام يعني الدواب البغال والبقر والطوار وما سوى، أولئك بلهم أضل. الحمار إذا شيلته شعرة حنطبة مشي بتضرب العصايب في غصب عنه، هذول أبدا نعوذ، بل هم أضل أولئك هم الغافلون، غفلوا عنه. لكن أنت عم بتقول بدك تدخل الجنة وصلاة ما بتصلي، وأنت عم تقول لك قلب وقلبك أنظف من قلب هداك. القلب نظيف بفقه بفهم بدرك بميز، لأن النور عبارة عن تمييز، هذا هو النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، لا بيعرف يميز ولا بيعرف يقدر ولا بيعرف يشكر ولا بيعرف يتوب ولا يستغفر، لا بيعرف، لا
انت لو كان صحيح بدك تدخل جنة كان صليت، لانه الله اللي امر بالصلاة. ما شفنا الله استثنى احد من الصلاة والصوم ابدا ابدا. الصوم والصلاة اركان من الاسلام، بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع اليه سبيلا. ما استثنى احد البتة. كيف انت بدك تدخل الجنة وما بالصوم وما بالصلي؟ ايه الحكاية بعرض الصدر؟ لا، الحكاية ما هي بعرض الصدر، الحكاية بالفهم والتحقيق. الله امرنا بالصلاة عم نصلي، مثلا ما خشعنا فيها منبكي مننكسر: يا رب داخلين عليك، يا رب ارزقنا النور، يا رب ارزقنا الخشوع. يعطي الله بده هيك شيء. لما عم تعترف انت جاهل بين ايدين عالم بتقول يا رب، قل لك لبيك وسعديك عبدي، اطلب ما تريد. لكن المصيبة اللي ما عنده نور، ولادي عم بعملوا القضايا وبفهموا بعملوا المخالفات وما بقولوا عنا مخالفات، بقولوا لك كل الناس هيك. هذا جواب، هذا جواب الحمقى فقط. انت ساكن في العزيزية، ساكن في الجميلية، امرتك ليش عم تطلع يا استاذ؟ انت كنت ساكن باب النيرة، كنت ساكن في الاصيلة، كنت ساكن في ارضها، كنت مرتك مستورة وكلك مستورة وبناتك مستورة. هلا بنتك ومرتك ليش؟ ليش شرحت عن راسها وعن صدرها وعن ايدها؟ ليش هذا؟ مشان ايش؟ عن ايش؟ لا تقول كل الناس، قول انا غلطان، ما في مانع، اللي بقر بذنبه بغفر له، بس قر. لكن مو تقر، ولا كثير ناس قر بذنبه بوحاله ما بيدون ولا زر البتة. اللي بده قر بذنبه بده يرجع الى ربه، والحق بيعطيه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. انت يا استاذ، يا استاذ شلون تروح تسكن هناك؟ انت اذا سلمت ومرتك سلمت على فرض هذا لا يكون ابدا، لا نعلم هذا. كان الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الوجود لما يعد بمحل كان مغضوب عليه يهرول هكذا، كان يهرول ويغمض ويستر راسه ويرقد. الرسول صلى الله عليه وسلم: انت اعلم من الرسول الاعظم؟ هو ابو النور اللي هو كله نور، كان بنوره يدرك كل شيء. بأنت بتقول ما عليه شيء، شم عليه كل الناس هيك؟ يقولك كل الناس هيك، تبين ما عندك نور يا زيك، ما عندك تمييز، ما عم بتميز. لو عندك نور أدرك أساس كل شيء. أبو نور ما بفهم هناك. اسمعوا اسمعوا، لا تنغشوا. في كثير من سكن هناك والله والله الله يلعنه ويغضب عليه أمطار، هو يمكن يحفظ حاله بحسب الظاهر. مرته والولاد الصغار عم يشوفوا بعينهم، عم يسمعوا بأدانيهم. هو كتر ما رأى عينيه، كتر ما رأيت المخالفات، راح النور منها البتة، ما بقى عنده تمييز أبدا. مثل واحد لما بينفلج بقعد في القرين، هذا عينه فلجت، إدراكاتهم فلجت. وصار أكثر من هيك، يقول لك هون هواء، هو أحسن، عظيم، هواء نقي. صحيح صحيح صحيح، أنا أقول نعم صحيح، هواء هناك أنقى من هنا غرب البلد. هذا الهواء والهواء، الرسول ما كان ينطق عن هواء والهواء، الهواء سلمنا، والهواء هو الميل، هو الوجهة. ما في أبدا البتة. اللي بيقول هنيك ساكن وبمدح هناك بيكذب من كذبة أبدا، لا يكون البتة. نسكن هنا جوا البلد جوا الحارات، مرتنا بتستحي، بنتنا بتستحي، جارتنا بتستحي تتغطى هنيك ابدا. هنيك بالعكس، اذا واحد طلعت مغطايه بعجزوها بقولوا لك يا ابو البدو اقعد مع الاورام بدي اعور عينه حتى يصير مثل الناس. لا، هنيك مفلوجين، مفلوج البصر، مفلوج البصيره، مفلوج الحقيقه، كله هذا مفلوج. ابدا ابدا، شو مرتك تخليها تطلع؟ اجى يوم من الايام قلة الشرف كان حسن ما اجى، ولا في الايش العروبه الاولى ما كانت. كان يؤذوا البنات. سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مشركا ويعبد الصنم
وأدبنته هي حي خوفا من العار. انت الآن في نص العار وبتدافع عن العار، ما كان العروبة الأولى ما كان الدافع، لا كان الدافع عن الشرف، ويؤذوا البنات خوفا من العار، وانت الآن في نص العار، مرتك وبنتك وأختك وعمتك وخالتك وكذا بيجوا عليك وقال لك انت 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 يا مو انت انت يا مو لسه مشتتة، انت قديمة، انت عتيقة، انت أولية، ما بعرف شو بسموه أسماء تسمية، لا لا كذبوا رب الكعبة، كلهم مفلوجين البصيرة بعيدين عن الحقيقة. وبشوف رسول الله، والله لا يكون البتة، لا يكون أحد يسكن هناك البتة، هذا لا يكون البتة، لا يمكن. رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيته ما هي سهلة، رؤيته بتروح عليها الأرواح، والحق معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم، ولا ترون الله. منين بدك تشوف الله؟ بعين المفلوجة، عين المفلوجة ما بتشوف، العقل المفلوج ما بيشوف، ما بدرك، ما بيميز، لا نحن نتبع الرسل. حق قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نحن ما بنعرف غير الرسول العظم صلى الله عليه وسلم، واتباعه مو بالحكي باللسان، بالعمل بالاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا على بصيرة هي اللي بتشوف الحقائق، شوف النتائج، أنا ومن اتبعني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا لا أعتقد أحد على وجه الأرض يقول هنيك يقر يقر، نعم أنا أقول الهوى أنقى لا شك، من حيث الجسم وحيث الروح، حيث المعنى، حيث النور، حيث القلب، حيث البصيرة، أبدا هناك ميت، أبدا مو تأولوا تأويلات القاعدين هون، كل واحد بأمل أول تأويل، لازم ترحلوا في الليل ما تستنوا للصبح، اللي بده يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بده يرى الحضرة الإلهية، اللي بده يقرأ القرآن يفهم القرآن على ما هو عليه، النور بده نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الإنسان لما بيكون عامل مخالفة بده يتوب، التوبة نور، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، النور بدك ببين لك شآمته وشأم الذنب والمخالفة وما شبه ذلك. أما أنت في الظلمات بعضها فوق بعض وتدرك، لا الحق يقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، هيك الله عم بيقول. ما بمكن واحد كان هون من مشايخ قال لواحد رئيس قال له لازم يا فلان التوب، قال له بنضحك على الله بدنا التوب بكرة بنرجع، وسكت هذا. قلت له الحق عليك مو عليه، قل له لك يا أخي الآن أنت في الظلمات وما بتدرك الظلمة، ما بتدرك الظلمة، لكن لما تتوب التوبة نور، والنور بدرك فيه الظلمات وبفهم شو من اللي كان يعمله وكان عليه، بتركه لا شك. من هون الحق يقول جعل اللي بتوب جعله محبوب إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ليش يحب التوابين؟ لأنه كل شيء الخير خير والشر شر، كل شيء ما بدلوا شيء بشيء، قالوا هذا خير وقالوا هذا شر، قال أنا كنت أعمل مخالفة، هو بنفسه في النور، نور التوبة أعطته أني كان بالمخالفة، ببكي بنكسر بنزل. خصوصا جايتكم بعد يومين ليلة نصف شعبان، ليلة صعبان، ليلة شعبان، ليلة من ليالي الله، ليلة ليلة كاد يكون ما في أرقى منا إلا ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وأنا رأيت فيها الخير كل الخير في نصف شعبان رضي الله تعالى عن شعبان، كما كان صلى الله عليه وسلم يحب شهر شعبان ويصوم أكثر أيام شعبان. فغدا جايتكم أيام ليلة شعبان، كنت قوموا عايش تقوموا وأنتم بالجميلية هنيك، وانتو مفتح البوابه مفتح شبابيك على بعضكم البعض، والظلمات عم تدخل عليكم، هذا لا يكون، هذا لا يمكن ابدا. نحن من الانسان بده يتوب قبل كل شيء، بده يطلع من هذيك الجهاد وتوجه الى الله، اهلين وسهلين، ان الله يحب التوابين. لكن علامه ايه والله نخل مخطئين، ايه اترك الخطا، اترك، لا الخطا ما بس كل الناس هيك، هلا بكذب هذا ما له توبه ابدا، ولا ما تاب اساسا،
اللي بتوب بده يترك، مثلا كان كذاب بده يتوب على الكذب، ما بعود بكذب، يعني لو كذب بعد ما عرف مكان بده ينوي ما يكذب ابدا، لو كذب مرة ثانية برجع بعد حاله اني كذب اخطأ برجع مرة ومرتين وخمسة وعشرة، قوم بقى حتى يقوم ما يقع، هم وحده. هكذا كان النصر لا تعتقدوا من عندكم، النصر من عند الله، والله اذا ما وفقناه نور اللي انزله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ايش شو بده يسمع منا الله؟ ما صحيح هذا ابدا البتة. وين التوبة؟ التوبة هي النور، هي بتعطي التمييز، هي بتعطي الادراك، هي بتعطي الفهم، هي بتخرجك من الظلمات الى النور، بالنور بتدرك الامور، لما بتعمل خير تشكر الله على ما اعطاك من الخير، لما بتعمل شر بتتوب بتبكي بتنكسر بتنزل الى الله سبحانه وتعالى. هذا النور اللي بنعرفه نحن، مو النور في الكلمه، بصوم كثير بصلي كثير، ما قامت ولا قعدت ولا قامت. كان صلى الله عليه وسلم لما بده يعدي بمحل مغضوب عليه كان يهرول، هكذا كان سيد اليوسف صلى الله عليه وسلم كان يهرول، ولكم في رسول الله اسوه حسنه، نحن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهكذا انت بنتك حاطه في المدرسه كثير منيح عال العال، عم تتفقد عجب فقد عائدتها، فقد وين بتروح، فقد وين تجي، الا مشغول، مشغول في زعامتك، مشغول في ليراتك، مشغول في تجارتك، مشغول مشغول، هداك مطلوب منك، هديك بنتك تربيت عليك على نفسك، وابنك كمان الذكر انت عم تتفقد عقيدته، عم تتفقد رواحه، عم تفقد اصحابه، مع مين عم بقعد، وين عم بروح، وين عم بجي، الا لا هذا مطلوب مننا، نحن مسؤولون عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا كله بدنا نسأل عن ابننا وبنتنا واختنا وجيراننا وكل من كان مؤمنا بالله بدنا نسأل عنه. هلا لا مشغول في تجارته، ايه سيدي من اللي انت بلغني من كم يوم في قضيه وقعت، جدا كنت مسرور، واحد من حماه بصر عليه امير يعني له قيمته، جاي بنته لحلب بده يشتري غراب، ما كانه اخذها يغديها واخذها عند المستر، في اثنين كانه بظهر شافوها دعم جخ مصاري، اتفقوا يطيروا بطوله في الطريق، وهذا الامير اتفق مع شوفير ياخذه يوديه الى حماه، راح ودوليك اتفقوا مع الشوفير هيك بلغني ما نهار امبارح ما حققت لسه، انا احكي كما سمعت. ايه سيد ملا انت اتفقوا اثنين مع الشوفير اني نحن نقعد عند الايش المدرسه هي الامريكانيه، ولما بدك تجي انت بنقول له نحن والله طيعتنا قريبه لحماه، واذا كان ممكن تاخذنا ما اظن الا بده ياخذنا، واتفقوا معه يقتلوه ياخذ هالمال ويقتلوه ياخذ البنت منه. اخذوا طلعوا ايه سيد ملا انت هذا بعد ما اكل بعد راح طلعوا قدامه مشوا، هذا ساب السوفير ركب وقال لهن واقفين بعد المدرسة الأمريكان، حكوا له إني هيك، قال له معليش، قام أخذ بنته وقعدوا وياها قعدوا ورا، والسوفير واثنين جنب بعضه البعض قدام، مشوا ديتا وصلوا الشريك اللي قالوا له هون ضيعتنا من هون، وبقرب على حماه قالوا له بالله يا راعي المروة طالما وصلتنا لهون والدنيا ضم الليل ايه والدنيا مطر والدنيا برد ما بعرف ايش، كان يمكن قالوا معليش، هذول اخذوه تابعد عن الطريق، وقف الشوفير مترابط معهم بسحبوا فروديتهم قالوا انزل، هي مني؟ قالوا هي صاحبتي بنته، هي قالوا صاحبتي ايش، قالوا خذوها صاحبي مستعد له لكم ما في مانع، حد البنت تقول يا ياب يا ياب ايش يا ياب، قال اسكتي اكفي خائن انت اسكتي، خلوهم تسحبوا نزلوا سحبوا المد ومشوا زين عندهم مسدس شوف طق اول فشكه والثاني قتل اثنين بارضهم، اجى على الشوفير قالوا لك سوق من هون من هون سوق، حيطت في راسه المسدس وبنته ركبها معه في السياره، يا سيدي اخذوا لعند المخفر، قالوا زين هون وقف، قالوا للمخفر خذوا افادته بدي اذبحه، يا قالوا والله بذبحكم يا بذبحكم يا بذبحكم، هيك فعل معي، فتح تلفون لحماه بظهروا من عائله مشهوره وذلك وعمل هالعمليه، شلون هيك هالخائن هذا الشوفير شلون عمل هالعمليه، هذول في ما في مو ما في دين ما في عقل، عقل ما في
بده تاخذوا منه علنا هيك معي موسم ايام الجاهليه ما كان هالشكل هذا هالنمط ابدا البتة. لا انا سريت قلت لو كان قتل 400 مو 2 مو 3 له ان يقتل قد ما بعد اللي بده ياخذ عرضه بنته. قلت له يا ياب قال لا ولكن انت صاحبتي ماني ياب مخافه لانه بذبحوه بذبحوها يا سيدي هن بدهن المصاري وبدهن البنت. قال له خذوها يا بهي صاحبه هن اخذوه مشوا نزل سحب الفرد ضرب اول واحد والثاني قتلهم بارضهم يا سيدي. قال له تعال اركبي قال له اركب اركب سير الى المغفر. اخذوا المغفر وقال له خذوا يا سيدي من اللي انت شهادته وبعدها الى اخره. قتلوا ما قتلوا ما بعرف ما صار عم بحكي لي هكذا هيك المروه هيك المروه. وعم تقع كثير عندنا في البلد حكى لي امبارح واحد ثلاث مسائل حاجتنا وحده لهون كافي هيك. وين الدين وين المروءه؟ اللي ما عنده مروءه عنده دين؟ اللي ما عنده شرف عنده دين؟ لا والله ابدا ما عنده ابدا البتة. الدين هو وجد يحفظ الشرف ويحفظ المروءه هذا الدين. الاصل في الدين الانسانيه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اجى الدين حفظ قانون الهي مسك الانسانيه وهكذا. هدول شلون هيك تاخذوا بنته بنته وتقتلوه وتاخذوا الماء شلون؟ طب اسمعون حب الدنيا راس كل خطيئه لا حدا يبحث بعد ما قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئه ما بقى كلام معنا ابدا البته صار حجاب عظيم. النفس حجاب لا تعتقدوا يصير منكم سمرة أو تفهموا قبل ما تزكوا نفسكم. ولادي 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 الصحابة رضي الله عنهم جعل في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث جعل نفوسهم لطيفة حتى الكفرة حتى إذا اجتمعوا يؤمنوا بالله ورسوله. خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. دول ثلاثة هالقرون السلاسة قرون النور نفوسهم طيبة. وأصحاب صلى الله عليه وسلم إياكم حدا يحمل على شيء من الصحابة خصوصا في ناس معاوية وسيدنا علي. سيدنا معاوية الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وهو راضي عنه وكاتب الوحي واستشار سيدنا جبريل قال له كتبه الوحي وهو أمين لأحد أحد الملوك لما كان بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي مو مثل ما بتفهموا أنتوا لا من فعلكم بعدها. ببعث أحد الملوك لسيد معاوية يقول له بلغني إن علي ساوى ما ساوى ببعث لك جيش تقتل وتضرب علي. ببعثه يقول له يا كافر يا خبيث يا خائن يا خائن نفسك أنا والله إن سويت الحركة أنا تحت رأي سيدنا علي. منو؟ سيدنا معاوية. سيدنا معاوية هكذا بحكي الكلام مع ذاك كذا. فسيدنا معاوية كان يقول عنه سيدنا عمر ابن عبد العزيز كان يقول والله لغبار نعلي فرسي معاوية خير من عمر ابن عبد العزيز. عمر عبد العزيز بتعرف مش كان؟ كان خليفة في الظاهر والباطن جمع المرتبتين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. هذا إياكم أولادي تنسوا لسانكم قلبكم هدول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله راضي عنهم ودول عندهم اجتهاد. سيدنا علي اجتهد وأصاب سيدنا معاوية اجتهد وأخطأ وكل كلام من سيدنا عائشة هكذا وسمع بأذنه من الرسول صلى الله عليه وسلم تكون خليفة يا معاوية أعدل يا معاوية وكان مشهور سيدنا معاوية. وسمى أصل قتال مو مشان الخلافة لا لا أصل قتال ابن عمه سيدنا عثمان لما ذبح لما ذبح وبعدها صار سيدنا علي رضي الله عنه قال له لسيدنا علي لازم تسلمني القتلة بدي أقتلهم. سيدنا معاوية قال له الحق معك بس أنا الآن خليفة جديد بختل نظام الخلافة اصبر. قال له لا ما بصبر اجتهد اجتهد ولكن أخطأ باجتهاد ولكن اجتهد. المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. إياكم أولادي أصحاب صلى الله عليه وسلم كلهم محبوبين إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم تتكلموا وعن مين بدكم تأخذوا يابا؟ عن مين؟ كان معنا في الحجاز عام الماضي قبله
عقد هدول اثنين او ثلاثة يوم لين بيجوا عندي على القرية، كانوا معنا بالحد واجوا. جينا لحلب سمعنا خلاف ما كنا عليني، كنا هناك مبسوطين بس انا ما وجدت يكون هيك، انا ما كنت عدنا من الاخرة ومن الدنيا. جينا لهون سمعنا اشياء واشياء انا ما سمعت فيها ابدا قط ولا بعرفها. اجوا لعندي ولا فتحوا لي قضية سيدنا معاوية وسيدنا علي، قلت له أنتم يا فلان وفلان؟ قال نعم. قلت له أنتم مو كنتم معنا بالحجاز؟ قال لي. قلت له شو شفت؟ قال شو شفنا؟ شيء أعلى ما يكون. قلت له شو سمعته هون؟ قال والله. قلت له قضية بسيطة من هون لهون، هي صلى 1386 سنة. أنا هلا إذا أجاني واحد من باب الجامع يخبرني ما بأخذ بكلامه أبدا أبدا، قد أكون صادق لكن اللي خبره كذاب. ما شفت أنا من مدة 37 سنة الحق أطلعني على القضايا وجدت الأخبار في 100% كذب. نعم بالمئة 98 كذب والتسعة 99 ما يكذب في تقديم وتأخير، والمئة حكاها ولكن كان غضبان وبعدها رجع وتاب إلى الله. خلص ما تمشي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا هيك حدثني من أسأ به. مين تسأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك. ممن تسق؟ ما في ثقة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته إلى المسجد لأنه قريب يقول لا أحد يخبرني عن أحد من أصحابي، خلوا صدري قلبي مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا أولادي لازم ما تأخذوا شيء قيل قال على اللسان، قد يكون هناك الشياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالتين شياطين الإنس وشياطين الجن، إياكم تعيروا أداء سمعكم لأحد البتة إلا إذا رأيت رؤيا العين تحقق عندئذ، وهذا كاد لا يكون، هذا كاد لا يكون. وهل شققت عن قلبه كما لسيدنا ليس خالد بن الوليد وسيدنا أسامة ابن زيد كان قتل بعض الناس، قال له يا أسامة كيف تقتله وقال أشهد أن لا إله إلا الله؟ قالها يعني وقاية خوفا من القتل. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ هل شققت عن قلبه يا أسامة يا أسامة؟ قال أسامة ليتني كنت كافرا والآن أسلم لعل الإسلام جب ما قبله. قد ما رصاص المعيد يقول يا أسامة يا أسامة يا أسامة هل شققت عن قلبه؟ وهكذا أولادي ديروا بالكم، خلوا قلبكم طيب طاهر نظيف مع الله سبحانه وتعالى حتى تدركوا الأمر. أي واحد زعلان غضبان بفهم، والله انطار ما بعرف يصلي، وانجلس ما بعرف يسمع، وانسئل ما بعرف يجيب، هذه زعناه. لا يا أولادي، نحن في غنى عن ذلك. كان صلى الله عليه وسلم مرة ماشي معه سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يهودي، بمسك الرسول بجمزه هالجمزه بقول انتم بني هاشم او من مطل ما بتدفعوا الحق. سيدنا عمر شاربه ودقنه كله صار ترجف، سحب السيف وادبه ووقفه. قال له دعني يا رسول الله اقطع عنه هذا اليهود الكافر. قال له يا عمر احسن ما تقطع عنه، اعطيه حقه واحسن عطاء، ولا تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. قال يا رسول الله اليهودي وجدت موجود عندنا في التوراة النبي لا ينتقم لنفسه، لما عاملتك هذه المعاملة وجدتك ما 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 أخذت نفسك ما انتصرت لنفسك، عرفتك أنك نبي حق وآمن به. ومثل أمثال كان سيدنا عمر على المنافقين، دعني يا رسول الله أطعنا هذا المنافق. يقول له سيدنا يا عمر مهلا يا عمر، أتترك الناس تتحدث أن محمدا يقتل أصحابه؟ وهكذا كان سيدنا عمر محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على عيني، على عيني سيدنا عمر، على عيني من يسمع كلام صلى الله عليه وسلم سكت. يوم من الأيام بيجي عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابنه ابن عبد الله، هذا مسلم وكان إسلامه صحيح. قال له يا رسول الله أبي توفى بيمكن تصلي عليه؟ قال بيمكن. سيدنا عمر هو سمع أخذ، قال يا رسول الله فتنة هذا منافق. قال له يا عمر بألف ألف واحد يسلموا. مسك للرسول من دياله ما بده يخلي يقوم للرسول صلى الله عليه وسلم،
سيدنا الرسول الشباب سيدنا عمر ومشي. الحلوة سيدنا عمر ترك زعله ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم. مع الصلاة صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد على القبر مع الرسول. ايش العظم، ايش العظم، ايش النفوس الطيبة، ايش النفوس الطاهرة. قال يا لطيف بعمل انقلاب، بعمل بخرب الدنيا. هكذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة، قال لي صدري شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت عرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم عرف اليقين الحقيقي، اللهم ردنا إلى دينك دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العالمين.